يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الشفاعة من الأموات يعد وسيلة للشرك الأكبر أو هو بنفسه شرك أكبر؟ لا يطلب من الأموات شيء وخلاص، ما يجوز يطلب من الأموات شيء. وشو اللي تسأل، هل هو من الشرك الأكبر أو من المهم لا تطلب من الأموات شيئا وابتعد عن هذا. نعم.